وزيد بن رفاعة هذا يكنى بأبي الخير. قال عنه ابن حجر في لسان الميزان: زيد بن رفاعة الهاشمي أبو الخير معروف بوضع الحديث على فلسفة فيه. قال الخطيب: كذاب. قلت له: 40 موضوعة سرقها منه ابن ودعان. وقال المزي في جوابي عن حال 40 الودعانية: كان من أجل خلق الله بالحديث، وأقلهم حياء وأجرأهم على الكذب، وقد وضع عامتها على أسانيد صحاح مشهورة بين أهل الحديث يعرفها الخاص منهم والعام، فكان ذلك أبلغ في هتك ستره وبيان عواره. وزيد بن رفاعة صاحب المقدسي والريحاني، وهم الذين كانوا وضعوا رسائل إخوان الصفا ورام، يعني أرادوا ورام الجمع بين الفلسفة والشريعة، وقصتهم في ذلك مشهورة.